انا زينب وسقي، عندي 18 كنسكن في مدينه شميره، الحاصله على اعلى معدل في البكالوريا سيتاني هو 1947. شعبه علوم فيزيائيه خيار فرنسي. الاول ديال الحجر الصحي بيان سور جاي شويه صعاب، حيت ما كنكونوش مولفين اننا نقراو بوحدنا في الدار و ا ديستونس، مي مع الوقت داز واحد 2-3 سيمين بديت تنولف وصافي، وليت اوتونوم تنخدم بوحدي، تنوجد داكشي وتنتبع لي كوغ اللي تيديروا لنا اساتذه، تناخذ لي زانفورماسيون نيسيسير اللي تيعطيونا ا ترافير لي كوغ ا ديستونس. بيان سور تحس بشويه ديال التغيير، حيت ما كتشوفش لي كاميرات ديالك كل نهار، ما كتشوفش لو بروف زعما اون فاس، تتشوفوا ا ترافير ليكرون، دونك بيان سور راه يكون واحد شويه ديال التغيير، تكون لي كوغ شويه مبدلين، ما تتكونش ديك الانتيراكسيون ما بينكم وبين الاستاذ، ما كتكونش مقابل معاه، مي مع الوقت راك تتولف. ان فيت انا والديا بيان سور تيديروا لي لا كونفيونس اون سوا، تيقولوا لي واش محتاجه شي حاجه ولا هذا، مي القرايه كنخدم بوحدي، الا ما فهمت شي حاجه كنمشي عند لو بروف تنقول ليه فهمها ليا وداكشي. درت لي زيفور ديالي، خدمت مزيان الحمد لله، دوزت مزيان في الوطني، كانوا الاجواء مزيانين، وفاش خديت النقطه بيان سور راه فرحت بزاف، وجاتني زعما مفاجاه ماشي ما كنتش متوقعاها. عندي ان بونشون فيغ لي زيتود ميديكال، مي بيان سور راه تقدر مازال ما اختاريتش، راه نوجد ندوز لي كونكور وديك الساعه يجيب الله تيسير. لي زامي كلهم ديالي والعائله كلهم عيطوا عليا، قالوا لي راه زعما تو لو ميريتي حيت كنتي كتخدمي وكلشي، والحمد لله كان زعما داكشي بوزيتيف، كل داكشي لي ميساج كلهم اللي خديت كانوا بوزيتيف. والديا فرحوا بزاف، فرحوا بزاف اليوم في الصباح فاش شافوا الريزولطا، وما قالوا راه هذا التمره نتاع الخدمه وداكشي اللي داروا معايا. لو ميساج ديالي للدراري اللي كانوا كيقراو معايا ولي كاميراد، وانني تنشكرهم بزاف، حيت كنا ميم ا ديستانس كنا كنخدموا مجموعين، و جو لي فيليسيت بوغ لي نوت اللي جابو، حيت حتى هما تبارك الله جابو دو تري بون نوت، و تنشجعهم باش انهم يمشيو بعيد في المستقبل ديالهم. و بوغ لي جون تاع استدراكيه راه زعما ما يخافوش، يفو با ستريسي، يخدموا بشويه عليهم وان شاء الله راه يجيبوا شي نقطه واعره في الباك، يقدروا يجيبوا حسن منا كاع. كنشكر المغاربه بزاف حيتاش هزوا بيا وفرحوا بيا بزاف، وزعما تنهدي هذا الشكر لجميع المغاربه.